في إطار الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، تقدمت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس أمناء المرصد بمقترحين يدعمان آلية عمل العمل المستقبلية للمرصد من خلال تشكيل لجان منبثقة منه تختص ببحث جوانب محددة، بالإضافة إلى مقترح بإطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس وعضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان. سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، بعد التحية هل لك أن تطلعينا أكثر على أبرز ما جرى مناقشته خلال الاجتماع التحضيري الثالث للمرصد والاقتراحين اللذين تقدمت بهما لدعم آلية عمله وتحقيق الأهداف المشهودة منه؟ أمسي عليكم بالخير وأشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة لاجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان فقد توقف أمام مبادرات حقوقية بحرينية تسهم في تحديث المنظومة القانونية الحقوقية وتعتبر ملهمة لبقية الدول. على رأس هذه المبادرات التوجيهات الملكية السامية بالبدء في وضع الآليات التنفيذية لتبني برنامج السجون المفتوحة. نعم. فهذا المشروع يعتبر رائد ومعزز للمبادرات البحرينية بعد تطبيق قانون العقوبات البديلة وقانون أيضا العدالة الإصلاحية للأطفال. نعم. كذلك حث الاجتماع على ضرورة إسراع الدول العربية للتصديق على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأيضا هي من المبادرات الرائدة لجلالة الملك الله يحفظه. أما طبعا بشأن الاقتراحات اللي تقدمت بها في اجتماع مجلس الأمناء، فقد تقدمت مثل ما تفضلتي بمقترحين. المقترح الأول هو تصور تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس أمناء المرصد، وسيتم تشكيل 4 لجان ترتبط باختصاصات المرصد، وبإذن الله سيتم الإعلان بالتفصيل عن هذا التشكيل قريبا. نعم. أما المقترح الثاني فهو إطلاق مؤشر عربي للأمن الغذائي. هذا المؤشر سيسهم في تحديد مستوى تقدم البلدان العربية في مجال استدامة الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية وفق معايير معترف بها عالميا، وأيضا يهدف هذا المؤشر لدعم جهود البلدان في مجال إدارة الموارد وتوفير الغذاء للأجيال الحالية وأيضا المقبلة بشكل مناسب، من خلال اطمئنان لوجود مخزون كافي واستثمارات ومشروعات تحقق الاستدامة والكفاية والجودة. ومثل ما احنا نعرف البحرين ودول عربية أخرى وضعت خطط طموحة للتقدم في مؤشرات الأمن الغذائي، ومشروع المؤشر إن شاء الله سيصب لدعم خطط البلدان في هذا المجال. فيعني الحقيقة أوصى مجلس الأمناء يوم أمس بالموافقة المبدئية على دراسة مقترح إطلاق المؤشر. نعم. وبإذن الله سأقدم تصور شامل عن المقترح في الاجتماع المقبل إن شاء الله. نعم. من القاهرة سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس وعضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.